أهلا وسهلا، حياكم الله أينما كنتم مشاهدين. ما تنسوش ديروا لايك واشتراك وتعاليق، بحالكم مزيانة. اليوم عندنا واحد القصة غادي نحكيوها حقيقية على الدريات اللي كيطولوا في الخطوبة، كيجيو للناس وكيقولها نقصوا عام عامين. خليكم معنا حبيبي، مرحبا بكم من جديد. بحال اللي قلت لكم اخوتي، هاد القصة اللي غادي نحكيو لكم حقيقية، مش من صنع الخيال. اللهم صل على سيدنا محمد. واحد الدرية خطبها واحد السيد لمدة 6 سنوات، بعدين قالها باي باي، يعني سهلة، يعني ديك باي باي ديالو سهلة. فلهذا تنقولك الوقاية أفضل من العلاج. إنسان لو كنت غادي يمشي في واحد الطريق وعارفة آخرتها مسدودة، ما من أول من حلهاش، عارفة لها بداية ما لها نهاية، من أول من ختش دوك الخطوة، إن داك الزواج راح سنة الحياة، هذا الزواج ماشي لعبة. طبعا غادي نمشي نشوف واحد السيد باغي غير يضحك، راه الانسان راه فاهم ما شاء الله، واعي في هذا الوقت، راه عينك ميزانك، تعرفي داك السيد واش ناوي المعقول ولا ناوي غير يتسلى بيكي من بعد يقول لك هاي. اختي الفاضلة او بنتي، المهم قاع الى كثرت المده بين مده الخطوبه بين الزوج، بين الخطيب والخطيبه، طبعا سمحوا لي عفوا، بين الخطيب والخطيبه لمده 6 شهور تكفي وتوفي، يعني ماشي تجلسي سنه سنتين 4 سنين بعدين ايش احلى ايام حياتك راحت منك مسروقه. ليش انا نعيش راسي في الوهم؟ من اول 6 شهور باركة او عام كاع، وعمرها بزاف. انا ما كان ايتش عام، عرفت بين يعني معرفت بين الخطيب والخطيبة، لا اللي باغي يتزوج باغي معقول وباغي هذا، انت يسري وهو يسر، وهو يعني طبعا يسري له، هو يلم راسو في ديك 6 شهور كافية، يعني ما تمشيش تخطب دري وعاد تبقى تجمع، لا جمع راسك وبعدين سير تزوج بيها ودير اللافت ديالك وهز عروستك، لا تسمع من هنا ولا من ليه، لا ضر ولا ضرار، لا ضرها ولا ضرك. خوتي الشباب، تحية لكل الشباب ديالنا اللي معقول واللي جد واللي كيخافوا على العريس ديالهم او الخطيبات ديالهم، بحال اللي كيخافوا على خوتهم، بحال اللي قلت اخوتي تما ودين تدان، كما درتي لديك الدريه ما تبغيش شي حد يجي يضحك لك على اختك ولا على بنتك، يوم من الايام غتكون عندك بنيته ما تبغيش شي حد يرد لك بدار قصه في عصافعتين كما درتي دار لك. فهمت اخوتي؟ كي قال هذاك الصرف، قال له عند القلي تدري، قال له عند الصرف تعرف. بحال نعاود لكم واحد النكته ديال هذاك السيد اللي مشى يشري الحوت، كلهم فيهم تحرميات، الشاري والبايع. هذاك الله يكرمكم باع له الحوت ماشي مزيان، وهذاك مشى عطاه العمله الفضيه، عطاها له متقبه يعني فيها تقبه، قال له افلان حسبوا راش نتو، قال له افلان قال له عند القلي تدري يعني من جيت قليه غتدري شنو هو، قال له يا فلان عند الصرف تعرف، قال له عند الصرف تعرف. والمهم ما نبغيوش، اللهم صل على سيدنا محمد. بحال اللي قلت لكم راه المشاكل راه حنا بغينا عنها. بحال اللي قلت لكم الانسان ما يبقاش يطول فتره الخطوبه، احسن شيء 6 شهور كافيه ووافيه بين التعارف بين الخطيب والخطيبه، وربي يكمل على الجميع ويسر الجميع ويسر على بنتاتنا وخوتنا اللي هما مقبلين في الزواج. هذه نصيحه من اختكم او من منتكم اللي هي يعني هاد السيده هذه، كلمتها انا مباشره، ما بغيتش يعني هادشي يبقى هكا، بغيت نخلي كل الناس كل الحبايب يعني كل الغزالات ديالنا المقبلين على الزواج ياخذوا عبره باش ما يتشنتوش مع الشباب ديالنا اللي ما كيخافش الله. فهمتوا اخوتي؟ لهذا انا بغيت نقول لكم حبايبي الطيبين، هذه قصه مش من صنع الخيال، بحال اللي قلت نعاود لكم واحد اخر عاوتاني اللي كتكون مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، بحال واحد السيده
ما نبغيش ندير لك فحال هاد النكته هذه. هذيك السيده اللي بقات يعني هي بدويه، تحيه للناس الباديه ديالنا، هادشي هي مزمان وما دابا كلشي راه ولا تطور. تحيه للناس البدو، تحيه للناس ديالنا في كل مكان. قال مشات باش مشات قالت له ديني للبحر، بغيت نشوف البحر. المهم هو تكلف وداكشي داها البحر. واحد شويه شافت الباطو، قالت له فلان ركبني في هذاك اللي كيمشي في الماء. قال لها المهم ديرونج، قالت له لي ديرونجمو، صدعاتو. من بعد مشى شرا لها واحد البستينيه، واحد البستينيه هكا ديال التصبين، مشى حطها ودفعها في البحر. قالت عليها سعيد سعيده رايديك رايديك. قالها هو ياك شريتو ديك سيري معاه سيري معاه، يعني في اخر غادي يدير لك. ياك شريت لك داك ياك دوزت انا وياك داك الوقت، باي باي. ما تخليش نفسك تكوني فريسه للغير، راه انت الانسان بحال اللي قالوا واحد الانسان اللي كيعطي قيمه لراسو. ما محدش يعطيك القيمه الا ما عرفتيش انت قيمه نفسك شنو هي، راه ما كاينش اللي غيعطيها لك. راه قيمتك قيمه البني ادم بصفه عامه سوى للاناث سوى للذكور، راه الانسان اللي كيعطيها لراسو. ما كاينش اللي غيعطيك القيمه ديالك الا ما درتيهاش لراسك، ما كاينش اللي غيعطيها لك ابدا ابدا. ما كاينش اللي غيعطيك اذا ما عرفتيش انت. اولا عرفي انت، كبري من قيمتك، كبري من نفسك، والناس كلها غتحترمك، الناس كلها غتحطك تاج فوق الراس. اختي الفاضله او بنيتي اللي مقبلين على الزواج، طبعا انا ما غاديش غنشوف وبعدين نحط رجلي. انسان راه ما كانش اللي كيمشي وغير غادي وما عارفش فين، استحاله. ما كانش اللي كيبغي يمشي في الظلام. تنقولوا حنا في المغرب شغل الليل ضحك على النهار. انا صوب كل حاجه في النهار. كنت كنهضر، سمحوا لي على الصوت حقاش كنهضر التليفون كنقص الصوت ما كاينش. كنت كنهضر كنشال لي براسي. وهذا الشيء الواحد كيقول الوقايه افضل من العلاج. الواحد الانسان يدير اتونسيون من اول باش ما يندمش حيث لا ينفعه الندم. ربنا يكفينا شر الندم والمشاكل. لنا ولكم مشاهدين الطيبين، بحال قلت لكم راه الشمس كتجي صعيبه، خصوصا في هادشي ديال الزواج. راه احيانا انا كنهضر على الطرفين، احيانا سوى للاناث او سوى للذكور راه صعيبه 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 صعيبه. الانسان يتشمت، وخصوصا احلى ايام شبابك كتمشي هدر. سمحوا لي راه كنهضر هكا وهكا، بغيت الكل يفهم كنبسط الكلام. تحيه لكل بنيتاتنا ووليداتنا، تحيه لهم، تحيه للشباب ديالنا بالخصوص اللي كيكون معقول. مشاهدينا تحيه للشباب اللي تيكون معقول، ونقول لكم حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.